انطلاقا من الخطة الاستراتيجية والرؤية المستقبلية لمدارس سالم بن محفوظ الأهلية التي تسعى لتطوير التعليم وتجويد مخرجاته والاهتمام بمواهب أطفالها وتنميتها، فقد سعت لاقتناء أفضل البرامج والتقنيات الحديثة في التعليم والتنمية وخصوصا في تعليم الصغار، ومن تلك البرامج برنامج الخوارزمي الصغير للرياضيات الذهنية. لم تكن الرياضيات يوماً لعبة يتسلى بها الأطفال أو يستمتع بها الصغار، بل كانت تعد من أصعب المواد الدراسية ويعدها البعض عقبة نحو تقدم الطالب في مراحل دراسته. غير أن مجريات القرن الحادي والعشرين وما صاحبها من نهضة في التعليم وتنمية للمواهب قد أحدثت تغييراً نوعياً في مفاهيم ومعادلات الرياضيات في أذهاننا، فحقاً أصبحت الرياضيات متعة، تنمية، بل ذكاء وبديهة. كل هذا مع برنامج الخوارزمي الصغير. برنامج الخوارزمي الصغير هو برنامج لتدريب الأطفال على الرياضيات الذهنية، بحيث يستطيع أن يجري العمليات الحسابية، الجمع، الطرح، الضرب، القسمة بسرعة كبيرة ودقة متناهية دون استخدام الآلة الحاسبة أو الورقة والقلم. في بداية كل مستوى يتم تعليم الأطفال على قواعد وأسس العداد الصيني الأبكس وقيمة كل خرزة من خرزاته، ثم يسحب منه بعد ذلك العداد ليحل بطريقة ذهنية ويترجم ما يراه إلى نتيجة وقيمة. 10 ثوان فقط هو ما يحتاجونه للوصول لحل مسائل صعبة ومعقدة على أقرانهم، وتتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة. Ready? 8 2 3 4 3 5 2 5 6 9 7 4 3 2 3 7 4 5 6. Answer 69. يتكون برنامج الخوارزمي الصغير من 10 مستويات متصلة يتدرج فيها الطفل أو الطالب المشارك من مستوى إلى آخر، حيث أن كل مستوى من هذه المستويات تنمي العديد من المهارات لدى الطفل المشارك يتدرج فيها هذا الطفل من مستوى إلى آخر، وهي متصلة مع بعضها البعض. مدة كل مستوى من هذه المستويات تتراوح من 5 إلى 6 أسابيع بمعدل 30 ساعة. كما يعد البرنامج أحد البرامج الأكثر فاعلية لجعل نصف العقل الأيمن والأيسر يعملان بطريقة متساوية. ليس هذا فحسب، فهو يساعد على تقوية القدرة على التركيز وتنمية مهارات الإدراك والفهم وزيادة سرعة القراءة والكتابة والتفكير وتنمية مهارات السمع وسرعة البديهة وردة الفعل وتقوية الرغبة على التحصيل وتنمية مهارات التصوير والخيال واكتساب الثقة بالنفس وتنمية القدرة على الإبداع وتنشيط وتقوية الذاكرة. الاسم سالم محمد باجابر، أدرس في المستوى 6 من برنامج الخوارزمي، والله استفدت في سرعة من حل مسائل الرياضية في أدنى من دقيقة بسرعة كبيرة جدا، وحتى أني استطعت أحفظ الكثير من الكلمات الصباحية والتقديم الإذاعي في مسابقات. الاسم سامر صاحب سلمان، أدرس في المستوى الأول برنامج خوارزمي الصغير، استفدت بالبرنامج كثير من مهارات منها السرعة في حل مسائل رياضية وتحسن مستوى الدراسي. بفضل الله عز وجل أولا وآخرا ثم بفضل برنامج الخوارزمي، فقد كانت بنتي متألقة ومتفوقة في هذا البرنامج، مما أدى إلى تفوقها وتميزها في مادة الرياضيات بل وفي المواد كلها،
كذلك مما أدى إلى تحبيبها المواد الدراسية كاملة ولا سيما الرياضيات بفضل هذا البرنامج المتميز والمتألق. ونشكر القائمين على هذا البرنامج. تفعيلاً لرؤية ورسالة المدارس في صناعة موهوبين منتجين، تبنت المدارس منذ 3 أعوام تطبيق برنامج الخوارزمي الصغير، وتم اختيار 17 طالب وطالبة لتفعيل البرنامج. هؤلاء الطلاب هذا العام الحمد لله انتهوا من المستوى السادس، وكانت المدارس سباقة كأول مدرسة في الجمهورية اليابانية في تبني هذا البرنامج. لما رأينا أهداف البرنامج أمام عيوننا لم نكتفي بتدريسه على النخب التي اخترناها من الطلاب والطالبات، بل قمنا بتدريسه ضمن الحصص الأسبوعية في المدرسة، وكذلك عملنا على يعني تكوين نخبة من الطلاب الممتازين باعتبارهم المستوى الأول الذين ممكن أن ننافس بهم في المحافل الدولية والمسابقات الداخلية والخارجية. وفي نهاية كل مستوى من مستويات البرنامج يمنح الطالب شهادة معتمدة من شركة قدرات متميزة بالمملكة العربية السعودية، وهو معتمد من أكاديمية IMA الماليزية للرياضيات الذهنية عبر أكاديمية الموهوبين الوكيل الحصري للبرنامج في اليمن. البرنامج يطبق في كثير من الدول المتقدمة ويسعى القائمون عليه لقرص حب الرياضيات في هؤلاء الناشئة على أمل أن تنجب المدارس أمثال الخوارزمي في المستقبل القريب.